سعيد بتواجدي في هذا المهرجان. سبق أن زرت هذا المهرجان 2018، كانت زيارة خاطفة. الآن أنا مشارك مع مجموعة من المصورين العرب القلة مع مصورين عالميين. كوني فخور أن أشارك في هذا المهرجان، وهو يجمع أو فريد من نوعه في هذه المنطقة. هذه السنة أنا شاركت في بوبروجكت من قبيلة المرسي في وادي أومو السفلي في أثيوبيا، طبعاً من القبائل النائية عن الكهرباء وغيرها. فالحمد لله أن أنا نقلت هذه التجربة والتي نالت استحسان الجماهير.